السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بطريقتين تقدري تتخلصي منهم من الألم، ألم العظام خاصة، التواء الرقبة، القدم، الإيد، الكدمات بشكل عام، ألم العظام ككل. ولكن قبل ما أقول لكم إيه الحاجتين دول، عزيزي المشاهد لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس امرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجب. ناس كتير مننا بيكون عندها التهابات او كدمات في التواءات، في تصلب في العضلات، في الم بشكل عام في الركبة، في الرقبة، في الظهر، في الكتفين، في الكوعين، في القدمين، بتكون في شتى انحاء الجسم ككل. عندك هنا حاجتين حلوين جدا جدا ودول عن تجربة بيخلصوك من الألم. أول حاجة معانا هنا زيت الكافور، وده من الزيوت الطبيعية المهمة جدا جدا لعلاج التهاب الأعصاب والكدمات والتورمات وصلابة العضلات، أو احنا بنسميها تشنجة العضلات. كل اللي انت هتحتاجيه ان انت هتفتحي الزجاجة كده بالشكل ده، وبتجيبي الكريم وبتدهني، أو الزيت، وبتدهني مكان الالتواء الموجود بالظبط كده. ريحته نفاذة جدا، الناس القديمة هتفهم الأمر ده، تشبه ريحة أبو فاس. زمان كانوا بيجيبوا كده كريم السعودية أبو فاس، وده كان كريم ساحر ما عادش موجود الأيام دي. فزيت الكافور بيعمل على العملية دي بطريقة جميلة جدا جدا جدا. تاني حاجة معانا هي من الصيدلية، ده تقريبا ب11 جنيه تقريبا، وده ب7.5 جنيه 8 جنيه. موف مساج. موف مساج ده يعتبر من الكريمات السريعة المفعول، لان كريم موضعي بمجرد ما بتحطيه بيضيع لك الالتهابات، وبرضو طريقته بتكون على النحو الاتي، بتكون بالشكل ده اهو، بتاخدي من الكريم ده. طبعا مش هينفع احطه على ايدي هنا لان هو بيدهن في مكان الالتواءات بس. موف مساج اهو بالانجليش عشان الناس اللي تقولي ما مش سامعاني كويس، تمام، وبالعربي اهو زيت الكافور. سواء ده هيعملوا على رياحة العضلات وعلاج الالتهابات. ده لو انت التهاباتك مثلا ظاهرة فجأة، او انت بتشتكي من المنطقة دي، رقبتك، ظهرك، كوعك، فخدينك، اي كانت المنطقة. لكن لو الالم ما وقفش، لازم ان انت تستدعي طبيب. لكن دول حاجات موضوعية بس جميلة جدا ومهمة جدا لكل بيت. حبيت ان انا انوه عليها، واعذروني عن الاصوات المزعجة لان انا ساكنة على طريق، فعربيات ودوشة، وكمان انا من دمياط والحرف والجو ده. يا رب اكون قدرت افكه كده في الصباح الباكر. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام، ولو عايزين حاجة مهمة بشكل عام او حاجة بشكل عام ايا كانت هي، اكتبوا لي ده في الكومنتات وانا ان شاء الله بعملها لكم. متابعينا الكرام، دمتم ودام صباحكم.